أخي المشاهد، أختي المشاهدة، السلام عليكم. اليوم غادي نقدم لكم الدرس 141 من الزخرفة الإسلامية الأصيلة. عنوان الدرس هو تسطير وتنسيق نموذج المسدس بخانات مشتركة. الدرس غادي نقدم لكم في 3 ديال المراحل، وهذه هي المرحلة الثالثة والأخيرة. بحال اللي كتشوفوا هنايا، هذا مسدس وهذا مسدس، وهذه الخانات اللي في الوسط هما خانات مشتركة، وهكذا دواليك مع هذا ومع هذا ومع هذا ومع هذا. المرحلة الأولى هي هذه، مرحلة ديال التسطير ديال النموذج بخانات مشتركة. هو هذا، أولا تنجيو وكنرسمو الدائرة الأولى بحال اللي كتشوفو هنايا، ثم كندورو لها 6 ديال الدوائر. علاش؟ باش غادي نسطرو النجمة الوسطية الأولى، النجمة السداسية الوسطية الأولى. ملي كنسطرو هاد 6 ديال يعني 6 ديال هاد الدوائر، كنجيو كنربطو هاد النقاط ديال التماس أو الالتقاء، هكذا ثم هكذا ثم هكذا ثم هكذا. من بعد الربط كتكون عندنا هذه النجمة السداسية اللي كتشوفوا، وعليها كنبنيو النموذج ديالنا في التسطير. المرحلة الثانية هي هذه، بحال اللي كتشوفوا يعني نفس الطريقة. هنا النجمة الوسطية السداسية، ثم كنجيو وكنمدو هاد الزوايا الفوق والتحت هكذا، والمساحة يعني الفرق المساحة ديال هاد الخطوط اللي كتشوفو، الخطوط العمودية 3 ديال السنتيمتر، 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، 3 سنتيمتر، والباقي يعني غير معني، لأن ماشي 3 سنتيمتر. علاش؟ لأن كنبداو من الوسط، يعني على سبيل الورقة هذه يعني ما كافياش باش غادي نسطر هاد يعني هاد الخط الرابع. ثم هكذا يعني نبداو من هنا 3 سنتيمتر هاد الجهة، 3 سنتيمتر هاد الجهة، هادي غير معني إلى آخره. ثم من بعد كنجيو وكناخدو هاد الزوايا اللي هي مائلة وكنسطرو عليها كذلك هاد السطورة اللي كتشوفو. الفرق نفس الشيء 3 ديال السنتيمتر، ولكن بحال اللي كتعرفو في الرياضيات الجيومتري الجيومتري كتشوفوا بان الخط ملي كيكون يعني مائل، المساحه هنايا ما كتكونش بحال المساحه اللي هي عموديه. هنا عندنا من هنا لهنا 3 ديال السنتيمتر، ولكن من هنا حتى لهنا 3.5 سنتيمتر، وهكذا نتوما غادي منين تجيو تسطرو العموديين هما 3 3 3 3 سنتيمتر، ولكن الخطوط المائلة هي 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 ديال السنتيمتر، ثم تربطوا الخطوط. المهم في التسطير وهو ان هاد الوزينات اللي كتشوفوا خصهم يكونوا تقريبا متساويين، ماشي دائما يعني صعيب باش غادي تصور، لكن حاولوا ما امكن يكونوا متساويين فيما بينهم باش تكون النجمة
يعني صحيحة. هل كتشوفوا هنايا كاين نجمات في كل مكان، هيا نجمة هنايا كتشد عليها النجمة هكذا وكتشد عليها كيبان لكم هادشي هذا، وهو في الحقيقة يعني خطوط متزاوية مبنية على شكل متوازي الأضلاع باراليلوغرام. هل كتشوفوا هكذا 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 هكذا. ثم من بعد ملي كتجيو غادي تسطرو السداسي في الوسط بحال هذا، كتمحيو الخطوط، كتمحيو مثلا هنايا كتمحيو هاد الخط هذا وهاد الخط هذا وهاد الخط هذا وهاد الخط هذا الوسطي، وكتبان لكم النجمة. علاش كتمحيوه؟ باش ما تغلطوش يعني في تسطير الخانات ديال المسدس بحال اللي شفتو هنايا في المرحلة الثالثة. أنا محيت يعني هاد الخطوط كلهم اللي في الوسط حتى كيبانو لي النجمات، النجمات كيشدو على بعضياتهم. مهم باش تعرفوا هادشي هذا وباش يبان ليكم التسطير. ثم من بعد غادي تجيو تسطرو هاد الخانات ديال المسدس بخانات مشتركة. ثم من بعد كتجيو وتعملو الزواقات في الوسط إلى آخره. يعني أنا عملت، أنا زوقت شي شوية هكذا بالخطوط بقلم رقيق إلى آخره، ولكن ممكن مثلا تعملوا بهذه الطريقة هذه إلى آخره. هناك إمكانيات كثيرة. شكرا على انتباهكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الدرس القادم، ورمضان مبارك وكريم. والسلام عليكم مرة أخرى.